هذه سياره فورد الحلوه فيوشن جديده توها نازله اليوم بعد صاخنه حدها ما فريش. هذه السياره جدا جميله وتقنيتها بسيطه وتستعملها حق استعمال بسيط. هذا الهند بريك تنزله وتحط حرف الدي وتخلي اوتوماتيك بارك جدا سهله وتمشي سيده وتطالع في الكاميرا اللي اذا طلع عندك صح يعني وايش الامور طيبه احنا بخير. دقيقه واحده بس طالع عندي البارك صحيح تقول لي يرجع للخلف سهله ما يبغى لها شيء سياقه تطور تطور حتى حن ليس ما في بعد خلاص لا نسوان يقوم باركنو ما يباركنو كوها ها سيارة باركنة ها يلا ام احمد يلا بعد تحججين كنت دخلت السيارة في الطبيلة خلاص يلا شباب كلكم على وكالة فورد هاي دعاية من عند ابو عقيلة من شركة مؤيد تفضلوا فورد 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 حلوة سهلة ومرنة واقتصادية على الكل بيضة بورش فراري على كيفه سيارة جدا متطورة